came here with Khalid's friend Radi, who grew up in the camp. Hello. Nidal, Radi's brother, still lives here. يعني مسرورين جدا ان يعني شوفك هون احنا لسه هاي اول واحد اول مره هاي البدايه يا سيدي ويلكم اني تايم just come by all of you are invited to see our camp and to see our life it's a terrible and a missing life you know مين هذا الشاب هذا فادي هو نفسه This is the guy they told you that was killed 2 weeks ago. The Fatah leader agrees to meet with us. Khalid starts by discussing the Quran. After an hour or so, a break for orange drink. About 2 hours in, Khalid finally takes out his Holocaust booklet in Arabic. They don't know exactly what to make of it, so Khalid, the lawyer, starts his process. امه وابوه ست وسيدة شو صار؟ قبل 5 دقائق من اخذنا هاي الصورة هذول كانوا عايشين كانوا مش لحوايبهم فوتوهم على الفرن هذا الانسان اجى على كيفة وقعد اخذ ارضك اذا بدي اذكر انه انا الي ارض بقول لك هذا زلمة عنده برتقال كان مبسوط بعز ونعيم بعز ونعيم هو موجود فيه بس انا بهاي الافكار اللي براسي صح. وهاي الافكار اللي براسي بقدرش اقيمها من براسي مخي بقدرش اقيمها عدم لجوء للتفكير الاسلامي العربي المحض نستعمل اساليب صليبيه عشان ارجع على الجنبسين لازم نحمل زي الصور هيك اروح احسن من اخيم اللاجئين كلياتنا نرجع الجنبسين لا بدنا نحارب بس معنى الصوره طلع هاي هذا الانسان بيش بفكر هذا لما طلع شو سوى هذا لما طلع من المخيم اجى هون على وين؟ على يافا حيطة بس هذا الزلمة في عنده إمكانية عقلية يفكر في المآسي الفلسطينية لما بس طلع الجندي الإسرائيلي شو بده يساوي لما يشوف هاي الصور؟ فلسطيني أسلحة الدمار شام شو يا أسلحة الدمار شام ان شاء الله يعني راح اكتب لك برضه قاعده مع مجموعه من الشباب الجامعيين ايوه المثقفين اللي حتى يعمل مثل هيك معرض في جامعه النجاح او يعملوه مثلا خلينا نقول في المخيم اللي مثلا ندعي فيه صحافه ان احنا عاملين معرض نقرا هاي دي من خلال ايش؟ فهمنا كفلسطينيين ولا معنى؟ انا بقدر تدخلونيش يعني في ايدي صاحب من قلبيل تعرض ل حادث اغتيال امبارح وشيخ جليل انا بعتبره استاذ لي وكان يعني على 1:30 طلعت بالليل في المستشفى لحديت هاي اللحظه يعني استني بسمعك اقرب This is Dunkey